تركنا منطقة البحر الكاريبي متوجهين إلى منطقة المحيط الهندي، فحلقت بنا طائرتنا من أنتيغا إلى نيويورك، ومن هناك إلى الدوحة عاصمة قطر، وأخيرا إلى جزر السيشيل القريبة من السواحل الشرقية لأفريقيا، لكي نحط رحالنا في عاصمتها فيكتوريا. بدأنا جولتنا في السيشيل بالتوجه إلى منطقة تعرف باسم أسيرويال، وهي من بين أهم المناطق الزراعية في الجزيرة. مزارعها الشاسعة ابتليت خلال السنوات الماضية نتيجة للتغيرات المناخية بعواصف عاتية وأمطار غزيرة وفيضانات عارمة كبدت المزارعين خسائر فادحة. ففي هذه الفيضانات تصبح المحاصيل الزراعية القريبة من الأرض مثل الخس والطماطم والقرنبيط أولى ضحاياها. The plant need oxygen, but there's a lack of oxygen. Now it cannot breathe like you. When there's a lot of rain, you get flu, you get everything. المزارع جاك موتومبا يحرث ويزرع هذه الأراضي منذ نحو 20 عاماً. ولكنه فوجئ عام 94 بفيضان جامع غطت مياهه كامل مزرعته. هذه صور أخذت لمزرعة جاك أثناء فيضانات ذلك العام. المزارع جاك بذل جهودا مكثفة خلال الأعوام الماضية لدرء خطر الفيضانات عن مزرعته، وذلك من خلال حفر قنوات تصريف على مدار محيطها. الفيضانات لا تشكل التهديد الوحيد لرزقه وأسرته، فقد لاحظ المزارعون في السنوات الأخيرة ونتيجة للتغيرات المناخية ارتفاعا في معدلات درجات الحرارة أدى بدوره إلى زيادة الأمراض في المحاصيل وخفض حجمها، وبالتالي خفض عائداتهم الزراعية. But you can't control it. It's out of control, yeah. Because of warming. Yes. أنطوان موري موستاش يترأس الوكالة الزراعية المعنية بالأمن الغذائي في السيشيل، وهو في نفس الوقت عضو في اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية. In the last 12-13 years now, we've seen many cases where the weather has been totally against us. We've experienced serious extreme events, heavy downpours, a lot of droughts in between, and we've noted that if we do not take adequate measures, adaptation measures, our agriculture would just fizzle away, and we would then depend entirely on imports. And then as a small island state, developing state for that matter, we cannot afford to do that. التغيرات المناخية لم تؤثر على الزراعة في السيشيل وحسب، بل وعلى سواحلها، فقد وصل التآكل والتعرية والتراجع في هذه السواحل إلى درجة من الخطورة دفعت بالقسم الهندسي البيئي في حكومة السيشيل إلى ترميم ودعم هذه السواحل. درجة حرارة مياه البحر وأمواجه في ارتفاع، بينما تفعل حكومة السيشيل كل ما في وسعها لوقف زحف هذه المياه على أرض اليابسة، وذلك من خلال بناء حواجز مثل هذه الصخرية لوقف زحف هذه المياه على البيوت والمنازل القريبة. ولكن وبالرغم من الجهود الحكومية، يستمر التآكل الساحلي في تشكيل درجة من الخطورة دفعت بحكومتهم إلى طلب المساعدة من البرلمان لتخصيص ميزانية أكبر لمكافحته. We are aware of the issue and we are taking it seriously.
but we need to have funding, funding in terms of financial funding and in terms of technical abilities, which we lack in some areas. أما مدير الترخيص في وزارة البيئة فقد أكد لنا حتمية اتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ المنازل الساحلية. The last bad event in 2006, 7, there was quite some flooding on the adjacent properties. So the seawater came all the way in and flooded the properties on the side. So we had to put some emergency measures in place, gunny bars, to try and create a sort of a temporary barrier to prevent the storm surge from coming in and affecting the property. We are sitting there, they're quite concerned. But they will have to adapt to the situation. Yeah. Some of them, of course, have built a bordering wall. Some over the years have raised their bordering wall, you know, in line with those risks. المناطق الساحلية في السيشيل تشمل 70% من الأراضي الزراعية في الجزيرة. المزارعون هنا اعتمدوا خلال مواسم الجفاف في الماضي على مياه الآبار العذبة لسقي مزروعاتهم ولتوفير مياه شربهم، إلا أن ارتفاع سطح البحر وزحفه على اليابسة أدى إلى رشح المياه المالحة إلى المصادر العذبة وتلويثها. وفي نهاية زيارتنا للسيشيل اجتمعنا بكبير مفاوضيهم في كوبنهاجن الذي استغل فرصة لقائه بنا لكي يذكرنا بأهمية حملة تحالف الجزر الصغيرة AOSIS الهادفة لضمان عدم ارتفاع معدلات درجات الحرارة بحلول العام 2020 بأكثر من درجة مئوية ونصف الدرجة. We are being faced daily by adverse effects of climate change, be it coastal erosion, extreme weather event, tropical cyclones. In Seychelles, we experienced one in December 2006, very intense. It was the first time we experienced such a cyclone, and coral bleaching, and our economy, our country, and everything is at stake. So we have to fight for our survival. نظل في المحيط الهندي، ولكن سننتقل بكم هذه المرة إلى الجانب الآسيوي منه. بدأنا رحلتنا من السيشيل متجهين ثانية إلى الدوحة، ومن هناك توجهنا إلى جزر المالديف لكي نحط الرحال في عاصمتها مالي.